من خلال الموسيقى تقدر تعرف ثقافة الشعوب ومدى تقدمهم ورقيهم من خلال الموسيقى، كمان من خلال الألحان تقدر تفهم هوية الكنيسة وتقدر تعرف الكنيسة دي انتماءاتها ايه وميولها ايه، فالألحان ليها دور مهم جداً. اهلا بيكم في حلقه جديده من الحكاوي ابتيه مع صاحب الحكاوي كرولوس كمال. هتكلم معاكم النهارده عن الالحان وهويه الكنيسه الابتيه، فهتكلم معاكم في اربع نقط مهمه جدا. هتكلم معاكم عن اصل الالحان الكنسيه، هتكلم معاكم كمان عن المصادر اللي اثرت في الالحان الكنسيه، كمان هتكلم معاكم عن تطور اللحن الكنسي وبعض الكتاب اللي وصفوا الالحان الكنسيه. بس خلي بالك، الكنيسة استخدمت اللحن عشان توصل المعنى الروحي والعمق الروحي للإيمان وكمان العقيدة، وكمان عشان تشرح المعنى الطقسي. فاستخدمت الألحان عشان تقدر توصل البعد والعمق الروحي وكمان توصل المعنى الطقسي. لكن لو جينا شفنا أصل الألحان الكنسية، هنلاقي أن الألحان الكنسية هي ألحان مصرية صميمة جدا، وأن القداس الإلهي هو لب ومصدر الموسيقى القبطية. وخلي بالكم أن القداس الكورولوسي اللي كتبه القديس ماري مرقس وعمل عليه بعض التعديلات، القديس كورولوس الكبير، هو بيوضح قد ايه ان الكنيسة تأثرت بالألحان المصرية والثقافة الشعبية عند مصر القديم، فأخذوا الألحان بتاعة مصر القديم وحولوها بنصوص مسيحية تخدم الكنيسة وتخدم الصلاة والعبادة. خلي بالكم ان المسيحية ملغتش اي هوية ولا اي تراث بتاع اي حد، لخدته ووظفته لخدمة عبادة ربنا وخدمة المسيحية والصلوات بها. فالكنيسة المصرية كنيسة أصلية وكنيسة هويتها مصرية وكنيسة قومية، استفادت بكل فكر وثقافة الشعب المصري وخدته ووظفته لخدمة الصلاة والعبادة. فأول نقطة، أصل الألحان الكنسية هو مصري قديم جدا. وخلي بالكم أن المؤرخ اليهودي فيلو السكندري بيقول إن جماعة المسيحيين أخذوا الألحان من عبادتهم المصرية القديمة ووضعوها في نصوص مسيحية. فالألحان المصرية القديمة والألحان الكنسية هي ألحان ذات أصل مصري قديم جدا. طب إيه هي المصادر اللي اتدخلت في الموسيقى القبطية؟ عندنا ثلاث مصادر، عندنا تأثير يهودي، عندنا تأثير يوناني، وآخر حاجة عندنا تأثير مصر القديم. اللي بالكم أن الكنيسة الأولى تأثرت ببعض الألحان اليهودية، فعندنا أقدم لحن كنسي هو اللحن بتاع المزمور 113، وكمان لأن اليهودية انطلقت منها المسيحية وانتشرت، ففي بعض الألحان اليهودية انتشرت في الكنيسة زي مزمور التهليل العظيم، هو بيبدأ بالمزمور 113. وعندنا تاني حاجة التأثير اليوناني. خلي بالكم أن في مصر كانت تخضع للدولة البيزنطية، واسكندرية بالذات كانت عاصمة العلم وكان فيها كتير جدا من الثقافات المختلفة. فبسبب وجود اليونانيين في اسكندرية، اسكندرية بس تأثرت أكتر قوي بالفكر اليوناني، وبقى عندنا تداخل أو موسيقى يونانية مصرية أو إبتية. لكن بعد كده بدأت اسكندرية تنسلخ من التأثير اليوناني ويكون ليها فكر خاص وهوية خاصة بها. والتأثير المصري القديم زي ما أنا قلت لكم إن هم أخذوا الألحان المصرية القديمة وصاغوها بنصوص مسيحية تخدم الكنيسة. لو جينا شفنا في النقطة التالتة وهي التطور اللي حصل في الألحان، خلي بالكم بقى، في قبل مجمع خلق دنيا كانت أي كنيسة ممكن تاخد لحن من الكنيسة التانية، لأن هم كانوا كنيسة واحدة وكنيسة جامعة فممكن يبدلوا من بعض. لكن الوضع اختلف تماما بعد مجمع خلق دنيا. بعد مجمع خلق دنيا كل كنيسة التزمت بهويتها والتزمت بألحانها وصلواتها، كل كنيسة التزمت باللي عندها عشان تحافظ على إيمانها وتحافظ على عقيدتها. لكن لو جينا شفنا في مصر بقى الوضع كان عامل ازاي، هقول لك ان في مصر الفن عموما من القرن الخامس والسادس بدأ يوصل لأعلى مجده، الفن سواء الموسيقى او الرسم او حاجات تانية وصل لأعلى مجده، ومن القرن السادس بدأ يعلى لحد القرن الحداشر. لكن بعد القرن الحداشر بدأ الفن يحصل له بعد الضعف،
خصوصا من القرن الاتناشر لحد منتصف القرن التسعتاشر، وهنلاقي الموسيقى تبدأ ترجع تاني والألحان ترجع لمجدها تاني في عهد البابا كرولوس الرابع البطرك 110 أبو الإصلاح، اللي بدأ يعمل نهضة للموسيقى ويهتم بالمعلمين ويخلي الشمامسة يكون ليهم زي معين، وبدأ يهتم بالألحان، وفي عهده تمت إضافة بعض الألحان اللي موجودة في الكنيسة. طيب أتكلم معاكم في النقطة الرابعة وأقول لكم مين بعض المؤرخين اللي بدأوا يوصف لنا الألحان خصوصا في العصور الوسطى. هلاقي أبو إسحاق المؤتمن ابن الأسال، وكمان هلاقي حنا ابن زكريا ابن سيبا، وكمان هلاقي شمس الرئاسة أبو البركات الشهير بابن كبر. هم الثلاثة دول اللي بدأوا يشرحوا لنا الطقس في الكتب بتاعتهم، وكمان يذكروا بعض الألحان. خلي بالكم إن الألحان اتكتبت ما بين القرن الأول الميلادي لحد القرن السادس الميلادي، وبعد القرن السادس قليل قوي إن تلاقي بعض الألحان دونت أو سجلت فيه، لكن بصورة قليلة جدا. الألحان كملت تقريبا في القرن السادس الميلادي. عندنا كمان في الكنيسة حوالي 300 لحن ما بين لحن كبير وصغير، ده غير الألحان اللي تم إضافتها في عهد البابا كرولوس الرابع أبو الإصلاح. وبكده نكون خلصنا معاكم حلقة النهاردة. بس قبل ما تسألني وتقولي الألحان دي اتحفظت ازاي، هل اتحفظت في نوتة موسيقية؟ هقولك لا، الألحان دي اتسلمت من جيل لجيل، والكنيسة حفظتها عن طريق التسليم الشفاهي لما كان يجي المعلم بيسلم الناس ويسلم الشمامسة اللي تحتيه. واحنا لحد النهاردة، وانا قبل ما سجل لكم الحلقة دي كنت واخد حصة ألحان عن طريق التسليم، وكنا بنتسلم اللحن من المعلم، كنا بنراجع ألحان أسبوع الألام. فالكنيسة كنيسة تقليدية، كنيسة مصرية قديمة، كنيسة لها هوية مصرية وفكر مصري. أتمنى إن الحلقة دي تكون عجبتكم، وحب أعرف رأيكم في الحلقة في الكومنتات تحت. ما تنسوش بقى تشتركوا معانا هنا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تتابعوا معانا كل حلقاتنا الجاية. لو الحلقة عجباك شيروها لكل الناس عشان نقدر نوصل التاريخ بمنتهى البساطة. كان معاكم صاحب الحكاوي كرولوس كمال، ومع السلامة.